ليالي الحلمية، المسلسل الأشهر في تاريخ الدراما المصرية، الملحمة التي تفوق بها أسامة أنور عكاشة على فالكون كريست الأمريكي، وكمان المسلسل اللي فاز فيه محمد الحلو بواحدة من جولات تترات الدراما متفوقا على غريمه التقليدي علي الحجار. عايز أقول لك كمان المسلسل ده اتعمل باسمه قهوة في السيدة زينب، وده نجاح ما بعده نجاح. كان خليني أقول لك بقى إن ورا المسلسل ده خناقة شهيرة جدا كانت بين الشاعر الكبير سيد حجاب والموسيقار الكبير ميشيل المصري بسبب علي الحجار ومحمد الحلو. اللي حصل انه الشاعر الكبير سيد حجاب لما كتب تتر المسلسل كتب في اخر الورقه كده تحت اسم علي الحجار وهو بيبعت الكلمات لميشيل المصري عشان يلحنها، لكن المشكله ان ميشيل المصري ما كانش عاجبه اختيار علي الحجار. بالمناسبه ده مش تقليلا من صوت علي الحجار، بس الحقيقه انه سيد حجاب كان بيحب علي الحجار كتير جدا، واغلب التترات اللي كتبها كانت من غناء علي الحجار. ميشيل المصري اصر على موقفه وقال انا هجيب محمد الحلو يغني التتر ده، هو محمد الحلو. وسيد حجاب يتخانق وميشيل المصري يتخانق لغايه ما لحنوا الاغنيه واتعمل كل حاجه، وباقي مين اللي هيدخل يحط صوته عليها. في النهاية نجح ميشيل المصري في فرض رأيه وجاب محمد الحلو بدل علي الحجار انه يغني تتر ليالي الحلمية. وكان عنده وجهة نظر، كان شايف ان صوت محمد الحلو بيعبر عن الحارة المصرية، في جزء من روح الهوية المصرية. ده طبعا لا يمنع ان علي الحجار صوته مش حلو ولا بيعبر عن الهوية المصرية، لكن الفكرة انه ميشيل المصري كان دماغه ناشفة حبتين، كان عايز يفرض قراره وفي نفس الوقت كان مقتنع بمحمد الحلو. والحقيقة انه اختيار محمد الحلو لغناء تتر ليالي الحلمية كان اختيار موفق جدا. لغاية دلوقتي كلنا بنسمع تتر ليالي الحلمية ونفتكر صوت محمد الحلو. وبالمناسبة صوت محمد الحلو عاش سنين طويلة جدا بسبب تتر ليالي الحلمية. بس في النهاية انا عندي سؤال مهم، هو منين بيجي الشجن؟ من اختلاف الزمن زي ما سيد حجاب قال؟ انا عارف انها جملة عبقرية، لكن انا مش مقتنع ان الشجن بيجي من اختلاف الزمن. تقدروا تقولوا لنا في الكومنتات اختلاف الزمن هو اللي بيجيب الشجن ولا حاجات تانية؟ واشوفكم في الحلقة الجاية.